الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأبدأ من حيث انتهى أخي العزيز وجاري الكريم، حيث إن من مقاصد هذا المؤتمر الائتلاف. نحن نتحدث كثيرا عن الاختلاف وأصوله وقواعده وآدابه، لكنه يظل علما لا نحط عنده رحالنا، بل يفضي إلى فقه الائتلاف، لأن الأصل أن نتعارف، والأصل أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويمكن أن نطعم هذه المقولة من أجل فقه الائتلاف، أن نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، ونتفاهم ونتحاور فيما اختلفنا فيه، لأننا ما خلقنا من أجل أن نختلف فقط، وإنما من أجل أن نأتلف. وقد ذكر شيئا من هذا ابن السيد البطليوسي في كتابه الإنصاف في بيان أسباب الخلاف. قلت لو لم يكن من فوائد هذا المؤتمر إلا أن تجتمع هذه الوجوه النيرة من مختلف الأصقاع والأقاليم والقارات لكان كافيا، إلا هذه يعني الحسنة في ميزان حسنات المنظمين والراعين. موضوعي لا يخرج عن نطاق الموضوعات التي طرحت، بحيث إنها تتعرض لموضوع العلم والعلماء، وأنتم تعلمون أن موضوع العلم هو موضوع حياة وموضوع مصيري. ليس عبثا أن تكون أول آية تقرع سمع النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، أن تصل الأرض بالسماء انطلاقا من هذه الآية اقرأ، فمعناه إيذان بأهمية وقيمة العلم عندنا نحن أمة القرآن. وشيخنا مد الله في عمره يوسف القرضاوي من كلماته المنيفة: عار على أمة اقرأ ألا تقرأ، وعار على أمة سورة الحديد ألا تتقن صناعة الحديد. والعجيب أيها السادة العلماء أن الله جل جلاله في سياق هذا النص يقول اقرأ وربك الأكرم. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما في البخاري. كان يمكن أن يوصف الله، أن يصف نفسه بأي صفة؟ اقرأ وربك العزيز الجبار المتكبر، لكنه وصف نفسه بالأكرم. احنا عندنا هاجس المقاصد ولطائف القرآن وأسرار هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اقرأ وربك الأكرم، لا شك أن الذي يدمن القراءة والحرف سينال حظه من هذه الكرامة. كريم إذن أنت طالما أنك تدمن الحرف وتقرأ. المثال الفنلندي: اقرأ حتى وإن كنت تغرق. نحن القراءة عندنا مفتاح العلم. حول اقرأ كان هذا اللقاء الكريم. نحن نعتني بعلمائنا، كما أسلفت
قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ: من ورخ عالما فكأنما أحياه، نحن نحيي من درس من تراث الأمة ونعيد قراءة هذه الكتب التي خرجت قيادات قوية وعظيمة، لا الملازم الموجودة في كثير من المؤسسات العلمية اللي خرجت يعني قيادات فاشلة. هؤلاء الأعلام ليس بالضرورة أن نترجم لهم بعد أن يموتوا ويشبعوا موتا، فيمكن لبعض هذه الأعلام أن تدب بين ظهرانينا، فحقهم علينا أن نكتب عنهم. وقد ندبني شيخي دكتور يوسف القرضاوي أن أكتب عنه في التسعينية وكتبت، وشيخنا في المؤتمر الماضي العلامة عبد الملك السعدي أهداني بعض الكتب فوجدتها ألفيتها نفيسة جليلة في صلب العلم كما يقول الشاطبي ومتينه لا في ملحه. فلما أعلن عن هذا المؤتمر في مذاكرة أخوية مع العزيز فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حفظه الله، فيعني انبريت لهذه المهمة أن أكتب شيئا عني الشيخ المفضال سيدي عبد المالك السعدي، واحد من أعلام العراق في العصر الحديث، أكتب عنه وكل فخر واعتزاز عن قامة وهامة علمية شامخة. هؤلاء محلهم هنا، أن نشيد بهم، أن نبجي لهم، أن نؤرخ لمشوارهم العلمي الكبير، فهي مسيرة حياة علمية حافلة. والله يا إخوة أصدقكم القول أن بعض أعلامنا علمونا أنهم إذا دعوا قالوا: اللهم ارزقنا عمرا عريضا وليس عمرا طويلا. فينا اللي عمر 120 سنة لكن على الفاضي، تاريخ يعني ورقات بيضاء جوفاء، لكن العمر العريض هو العمر اللي يمشي يوم بعد يوم وهو مليء. وأنا زرت الهند ديوبند وندوة العلماء، وزرت أعظم قرى، وشفت قرأت عن بعض الأعلام وكتبت عن بعضهم، فوجدت أن بعض المدارس هي اللي حافظت على 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 على, على الإسلام هناك، المدارس العلمية، وجدت هؤلاء كانت تبدأ حياتهم العلمية في التعليم والتدريس والرواية والتحديث قبل الفجر، بعد الفجر صلاة الضحى راحة كذا يتغدون، ثم يعني القيلولة، وبعدها صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر تستأنف الدروس. كيف لا يخرج أمثال عبد الحي اللكنوي وشيخ أبو الحسن الندوي وغيرهم من الأعلام الكبار؟ إذن فاللهم ارزقنا عمرا عريضا. فألفيت الشيخ عبد المالك السعدي لوفرة مؤلفاته وإنتاجه ذا عمر عريض نفع الله به ومد في عمره. نحن نحتاج أحيانا إلى قدوات كبار لعلها تنفخ فينا الهمة العالية، وننبش في التاريخ، وربما نبحر عميقا وبعيدا في القرن الرابع والخامس والسادس الهجري، وبيننا أعلام تمشي يعني لا نعرف قيمتها إلا بعد أن يعني نفقدها. فهذا يعني كبير في سنه في عمره
له مجلس يكتب يجيب على الفتاوى، فلما يعني الشباب وطلاب العلم لا يجعلونه قدوة لهم. شيخنا المفضل مشواره العلمي طويل ومسيرته يعني مش أنا الذي أحدثكم عنها. كان جده أسعد عالما، فلعل شيخنا نزعه هذا العرق العلمي. كان أبوه بناء، فنحيانا نقول التأليف تأليفان، التأليف الأول يؤلف القلوب وتأليف الكتب. أبوه كان يبني الحجارة يعني الجدران، وصار ابنه يبني الإنسان. كانت له صفات ومناقب حسنة، منها الصدق فيما يكتب، الوفاء لمشايخه، التواضع، الوسطية، النباهة، وحسن الفهم، معرفة الفضل لأهله، وهكذا. يصعب علينا أن نضع الشيخ في محور من المحاور سالفة الذكر، فهو إن شئتم في مجال اللغة اللغوي الكبير، في مجال العقيدة رجل يعني اللي شرح متونا في العقيدة في الفقه القديم، وفي المستجدات يعني الفقهية، وفي مختلف يعني المجالات والفنون، حتى في آداب البحث والمناظرة، وحتى الجانب الحديثي. هي مسيرة بعدد المؤلفات التي كتب فيها، وهي يعني أكثر من أن تحصى، أزيد من 30 مؤلفا. كان له منهج في التأليف استقريته من خلال تصفحي لعشرات الكتب له، تذكر في البحث الذي أنجزته، وحاولت أن أجد الجانب المقاصد فيما كتبه، فألفيته يعني يراعي مادة المقاصد وترجيح المصالح الكبرى على الصغرى، ارتكاب خف الضررين، مراعاة المآل. كما قال الشاطبي قبل الجواب على السؤالات لابد من مراعاة المآلات، فهو لما يسأل عن مسألة والدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النار ولا كذا، هو يجيب: إثارة أمثال هذه الأسئلة لا تخدم المسلمين شيئا، ولا يبتني على كون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار حكم ينتفع منه المسلمون سوى إثارة الجدل. وفي قضية لما سئل عن الخضر وقيل الخضر، فهو يجيب: أرجو أن نعلم أن القول بحياة الخضر أو موته اليوم لا يقدم المسلمين ولا يؤخرهم. لما يعني في باب الرضاع لما يتكلم عن اللبأ أو الحليب ينبجس من ثدي الأم، يقول: إرضاعه اللبأ وهو أول رضعة من أمه بعد ولادته اعتبرها الفقهاء واجبة على الأم، لأن هذه الجرعة لها أثرها في نمائه وقوة جسمه، فتركها قد يؤدي إلى ضرر في الطفل. وأشياء كثيرة في مناقب الشيخ ودرره جمعت بعض الحكم. مثلا يقول في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والمشهود له في الصناعة الحديثية، لكن للشيخ تدخلات في مجال الفقه، فكان من درر الشيخ أن قال: فنصيحتي لهذا الشيخ الجليل أن يترك الفقه لأهل الاختصاص، كما تركه الإمام مسلم والترمذي والحاكم وابن ماجه ونحوهم الذين هو وأمثالهم عال عليهم في الجرح والتعديل، وقد تركوا الفقه لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي والمزني والبويطي. قطع القط. طيب، وكان فيه رؤية نقدية لما كتبه الشيخ في بعض كذا، لكن تجدونه في هذا يعني البحث الذي ربما يصدر كتابا بتقديم فضيلة الشيخ مثنى حارث الطاري
فهو الآن يلا في 180 صفحة. حياكم الله بيامين.